بسم الله. من الحاجات اللي بتدي قوة لأي برنامج هي موضوع البرمجة. ممكن يكون عندك حاجة عايز تعملها والبرنامج ما يعملهاش، أو بتاخد وقت كتير على ما تتعمل وبتكرر معاك كل شوية، فبدل ما كل شوية تعملها وتاخد وقت، لا ممكن تبرمجها وده هيوفر لك وقت كتير جدا. ففي برنامج الأوتوكاد لو أنت عايز تبرمج بتقول له تولز سكريبت مانجر، فيبدأ يفتح لك بيئة تقدر تكتب فيها السكريبت بتاعك عشان تنجز الشغل بتاعك. تقدر تكتب هنا اسطورة البرمجة، وهنا حتى في هتلاقي بعض الأمثلة للسكريبت. تمام، بيبدأ يعرف المتغيرات، وبعد كده بيعمل لوب من خلال فور ويند، وبعد كده بيعمل فانكشن. ف يعني بيديك بعض الأمثلة لبعض الحاجات اللي أنت ممكن تعملها عشان توفر عليك وقت، أو تعمل حاجة يكون البرنامج ما بيعملهاش بصورة مباشرة. فدي من الحاجات القوية جدا في البرنامج الايكوتكت، ان انت تقدر تبرمجه زي ما انت عايز بلغة سهلة. تمام، وتقدر تسيف الحاجة بعد ما تخلصها، تقول له سيف از وتسيف السكريبت بتاعك.